عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة خامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ راح نكمل معكم بكتابكم، كتاب الدروس، كتاب القراءة على صفحة 26. قلت لكم نكملوا صفحة 26 كما ما كملناهاش الفيديو بخسينهم. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، لا تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك راهي موجودة أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ويبارطاجي الفيديو. هاي نبدأ مع بعض. واش كاين في هذه الصفحة؟ لو فانك، دوك نشوفو شنو هو الفانك، يعني تعرفنا عليها من قبل، مي معليش نعاودو. لو فانك إت أن بوتيت أنيمال، إلا لا تاي دان شو. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans les terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux, comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fennec. Le fennec est un animal, est un petit animal plutôt. Le fennec huwa hayawan saghir. Il a la taille d'un chat. عنده لا طاي تاعو القامة تاعو يعني تاع القط. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Le renard des sables. Le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. هاد الحيوان البري يعيش في الصحراء. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. يعيش في حفر هكا creusés، قولك شغل هكا كهوف صغيرة محفورة في الرمال في الرمل. قالوا لنا هنايا لو فانيك دو ديزير سور pour se nourrir de plantes. يعني فانك الصحراء يخرج باش يتغذى بالاعشاب، عفوا لي بلانت يعني النباتات. il chasse aussi les petits animaux، يصيد ثاني الحيوانات الصغيره، comme يعني مثل لي ليزار اللي هما السحالي، لي بيتي ليفر واللي هما الهادو اللي هذاك الحيوان يعيش في الصحراء جاي كيما الارنب هذا. Avec ses petites pattes, يعني بساقيه الصغيرين, il court vite sur les dunes. يجري بسرعة فوق الكثبان الرملية. نعاود نقراو التكست دوسمون باش تفهموا باش تعلموا البرونونسياسيون تاعو. Le fennec. Le fennec est un petit animal. Il a la taille d'un chat. Il ressemble beaucoup au renard. On l'appelle aussi le renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert. Il vit dans des terriers creusés dans le sable. Le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes. Il chasse aussi les petits animaux, comme les lézards et les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. واش قالوا لنا في السؤال الاول؟ لي لو تيكست puis répond aux questions. اقرا النص ومن بعد جاوب على الاسئله. كاس كان فانك، يعني وشنو هو الفانك؟ واش قالوا لنا في لو تيكست؟ لو فانك ايت ان بيتيت انيمال، الفانك هو حيوان صغير. هذه هي الاجابه على السؤال الاول. او ابيتيل يعني اين يعيش ولا اين يسكن. قالوا لنا هنايا سات انيمال سوفاج، يعني هذا الحيوان البري وراهم يقصدوا به فانك. Habite, يسكن dans le désert, في الصحراء، يعيش في الصحراء. مالا il habite dans
le désert. Il habite dans le désert. قالون هنا يا complete avec les phrases du texte. يعني أكمل بالجمل الموجودة في النص. Le fennec a la taille d'un chien, chat. عطاونا هنايا دو بروبوزيسيون. قالنا لو فنك حيوان الفنك عنده القامة عنده لا تاي تاع واش من لا تاي. قالوا لنا الا لا تاي دان شا عنده قامة تاع القط. مالا لو فنك ا لا تاي دان شا. واش قالوا لنا هنايا لو فنك ريسومبل بوكو او يعني الفنك يشبه بزاف لمن عطاونا هنايا لا غازيل غزاله عطاونا هنايا ان رونار لو رونار اللي هو الثعلب واش قالوا لنا هنايا il ressemble beaucoup au renard معناتها يشبه بزاف للثعلب حنا عندنا ثعلب هنا معناها هذه الاجابه صحيحه il ressemble beaucoup au renard رونار بلوتو كما راكم تشوفوا قالوا لنا هنايا choisis la bonne réponse اختار الاجابه الصحيحه Comment appelle-t-on aussi le fennec يعني وش نعيطو له ثاني الفنك le renard des montagnes معناتها ثعلب الجبال ولا le renard des sables معناتها ثعلب الرمال يعني هو ثعلب الصحراء وش قالوا لنا هنايا on l'appelle aussi le renard des sables نعيطو له ثاني ثعلب الصحراء مالا le renard des sables هذه الاجابه الصحيحه كما راكم تشوفوا قالوا لنا ريغارد تاع لا فوتو بي تروف لا فراز دو تيكست قالوا لنا شوف الصوره ومن بعد يعني اوجد لقى الجمله يعني تمثل هذه الصوره في النص قالوا لنا او في لو فانك اين يعيش الفانك نشوفوا هنايا ويعيش في كهف كما نقولوا نشوفوا شنو هو يعني حفره قالوا هنايا il vit dans des terriers creusés dans le sable هذه هي الاجابه الصحيحه هنايا تفهموا où vit le fennec اين يعيش الفنك il vit dans les terriers creusés dans le sable كما راكم تشوفوا قالوا هنايا complète avec les phrases du texte يعني اكمل بالجمل من النص de quoi se nourrit le fennec يعني على ماذا يتغذى الفنك يعني واش ياكل الفنك le fennec se nourrit الفنك يتغذى واش قالوا لنا هنايا le fennec du désert sort pour se nourrir de plantes باش ياكل النباتات هنا نشوفوا هنا نباتات مالا le fennec se nourrit de plantes. De plantes. يعني يكون نبات هاي. De plantes. Que chasse le fennec? واش يصيد الفنك؟ واش قالوا لنا هنايا؟ Il chasse aussi les petits animaux comme les lézards et les petits lièvres. يصيد ثاني الحيوانات الصغيرة كما السحالي وهادو لي بيتي ليغ شغل حيوان يعيش في الصحراء تجي كيما شبه الارنب مالا هنا سحالي اي لو فانك شاس لي ليزار يعني صيد السحالي اي لي ليفغ ليفغ ان شاس لي ليزار اي لي ليفغ قالوا لنا هنايا سو تيكست Est-il une histoire du fennec ou bien une description du fennec يعني هذا النص هو قصة عن الفنك ولا وصف الفنك يعني وصف حيوان الفنك واش راهم يديروا لنا هنايا راهم يوصفونا ويقولوا لنا كيفاش داير هو من يشبه واش ياكل يعني من يتغدى وين يعيش راهم يوصفوا لنا الفنك ما الاجابه صحيحه وراهي une description plutôt du fennec يعني وصف حيوان الفنك واش قالوا لنا في السؤال الاخير غني لو تيكست عاود اقرا النص بيون دو فراز بعد في جملتين بريزونت لو فنك ا تي كامارات في جملتين كيما نقولوا اوصف ولا عرف الفنك لزملائك
Tu peux faire un dessin. تقدر يعني ترسم ترسم الفانك. ثم تكاوش ديرو تروحوا للنص تاع الفانك تخرجوا هكا معلومات توصفوا فيهم يعني مع المعلومات المهمه في النص يعني تكونوا هكا زوج جمل توصفوا فيهم حيوان الفانك وتقدروا ترسموا تشوفوا هنايا ولا تشوفوا اي صوره تاع فانك وتعدوا عليها ولا تعدوا ترسموها كل واحد الموهبه تاعو وتبريزونتيها يعني توروها لزملائكم. ان شاء الله تكونوا تلاميذ السنه الخامسه تبعتوا معايا وفهمتوا معايا خطوه بخطوه. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد. واللي عجبتكم الفيديو كما قلت لكم ما تنساوش تدعموني باعجابكم. واللي اول مره يدخل القناه ما ينساش يضغط زر الاشتراك راهي موجوده اسفل الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ويبارطاجي الفيديو. مع السلامه.